بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أبنائي الطلاب في الصف السادس الابتدائي في مادة العلوم الفصل الدراسي الأول، وبالتحديد في درس جديد من دروس مادة العلوم. في درسنا إن شاء الله اليوم تحت عنوان عمليات الحياة في الإنسان والحيوان، هذا فصل جديد عنوان عمليات الحياة في الإنسان والحيوان. سنتكلم عن جزئية في هذا الدرس ونكمل الجزئيات الأخرى إن شاء الله في دروس قادمة. الجزئية اليوم هذه تتعلق بعمليتي الهضم والإخراج، عمليتين متلازمتين هما الهضم والإخراج. بنهاية هذا الدرس إن شاء الله يفترض أن نصل إلى حد معين من المعلومات والمعارف من خلال هذا الدرس، وهي أن تعرف عملية الهضم وما الهدف منها، يعني ماذا نقصد بعملية الهضم، ثم أيضا تعرف عملية الإخراج وبعض الأعضاء وتسمي بعض الأعضاء المشتركة في عملية الإخراج، وأخيرا نقارن بين عملية الهضم والإخراج في نوعين من الكائنات الحية هما الفقاريات واللافقاريات. بسم الله على بركة الله. تأمل هذه الصورة ثم أجب عن التساؤلات التالية. يلا أعطيكم فرصة من الوقت، انظروا إلى الصورة. ثم حاولوا الإجابة على هذا التساؤل، هل تستطيع هذه الطفلة إدخال الطعام في فمها دفعة واحدة؟ يعني لاحظ ما شاء الله يتأكل قطع الطعام يبدو أن حجمها كبير. السؤال، هل تستطيع هذه الطفلة إدخال الطعام إلى فمها؟ لاحظ حجم الفم أو فتحة الفم مقارنة بحجم الغذاء والقطع الغذائية. السؤال الآن، هل تستطيع هذه الطفلة أن تدخل هذه القطع الغذائية دفعة واحدة إلى فمها؟ طبعا كلكم أكيد تقولون الإجابة لا. لماذا؟ لأن حجم القطعة الغذائية هذا الكبير، كبيرة الحجم، لا يتناسب فتحة الفم لدى هذه الطفلة الذي تعتبر أصغر حجما، يعني فتحة الفم عند الطفلة أصغر حجما من أنها تتسع لهذه القطعة الغذائية دفعة واحدة. طيب ما الحل في ذلك؟ ما الذي يجب عليها فعله حتى تستطيع إدخال ذلك الطعام في فمها؟ يعني ما هو الدور المطلوب من الطفلة الآن لكي تستطيع إدخال هذه البلعة الغذائية والطعام إلى فمها؟ طبعا ستقوم بعملية اسمها عملية تقطيع أو تجزئة، ستقطع هذا الطعام أو تجزئه إلى قطع أو أجزاء أصغر. طبعا لاحظ كلمة أصغر علشان يتناسب حجمها مع فتحة فم الطفلة. طيب ماذا تستخدم الطفلة علشان تجزئ هذا الطعام إلى أجزاء أصغر فأصغر؟ أكيد كلكم تعرفون الإجابة. أي جزء في الفم يساعد تجزئة الطعام؟ نقول الأسنان. إذن الأسنان هي التي تقوم بعملية تجزئة الطعام أو تقطيع الطعام إلى أجزاء أصغر فأصغر علشان يتناسب مع حجم فتحة الفم، وبالتالي تستطيع الطفلة في هذه الحالة تناول الغذاء. الهدف من هذا المثال أن ما يحدث في عملية تقطيع الطعام بواسطة الأسنان بما يتناسب وحجم فتحة الفم، هذا ما يحدث تماما في الخلايا. فمثلا الخلايا يأتي إليها طعام، ولكن هذا الطعام لا تستفيد منه. لماذا الخلايا لا تستفيد من الطعام؟ لأن حجمه كبير، لا يستطيع الدخول إلى داخل الخلايا. طيب ما الذي يجب على الخلايا القيام به علشان تستطيع إدخال هذه المواد؟ لابد أن يسبق عملية إدخال الطعام إلى الخلايا أو المواد الغذائية إلى الخلايا عملية الهدف منها تجزئة هذا الطعام وتحويله
من قطع كبيرة إلى قطع صغيرة. إذن لابد أن يسبق عملية إدخال الطعام أو الغذاء إلى الخلايا عملية تجزئة وتحويله من قطع كبيرة إلى قطع صغيرة. طبعا هذه أين تتم عند الإنسان على سبيل المثال؟ هذه حتتم في الفم، كذلك في المعدة، وكذلك في الأمعاء. ما الذي يحدث في الفم والمعدة والأمعاء إلى الطعام أو للطعام عندما يصل إليها؟ الإجابة كلنا نعرفها بسهولة، كلمة تبدأ بحرف الهاء. هضم، هضم، أحسنتم. إذا الخلايا علشان تستفيد من الغذاء لابد أن يحدث لهذا الغذاء اللي هو قطعة كبيرة أن يتحول إلى أجزاء صغيرة أو قطع صغيرة، وعلشان يتحول في الفم وكذلك في المعدة وكذلك في الأمعاء لابد أن يحدث له بعملية اسمها عملية هضم. إذا خلينا ناخذ عملية الهضم ونحاول نعرفها بشكل بسيط. عملية الهضم هي بلع الغذاء وتفكيكه، لاحظ كلمة تفكيكه، إلى أجزاء بسيطة يمكن للخلية الاستفادة منها. على سبيل المثال لو اعتبرنا هذه قطعة غذائية، لاحظ حجمها كبير، هذه القطعة الغذائية لن تستفيد منها الخلية مباشرة لأن حجمها كبير، يعني لو وصلت هذه القطعة إلى الخلية لن تستطيع الدخول إلى داخل الخلية لأن حجم هذه القطعة زي ما ذكرت كبير. طيب ما الذي يجب أن يحدث؟ ما الذي يجب أن يحدث؟ يجب أن يحدث لهذه القطعة الغذائية ذات الحجم الكبير عملية اسمها عملية هضم. إذا ما الفائدة من عملية الهضم الآن، أو ما هو دور عملية الهضم؟ أنها تحول هذه القطعة الكبيرة إلى قطع صغيرة. القطعة الصغيرة هذه الآن يمكن أن تدخل إلى داخل الخلية وبالتالي تستفيد منها. إذا عملية الهضم جدا مهمة للكائنات الحية. لكي تستفيد الخلايا من ذلك الغذاء لابد أولا من تحويله من أجزاء كبيرة إلى أجزاء صغيرة، أجزاء غذائية بسيطة، وهذه هي الخلية زي ما ذكرت ستستفيد من هذه الأجزاء الصغيرة الآن بعد أن تمت عملية الهضم للغذاء ذو الأجزاء الكبيرة. إذا نؤكد مرة ثانية على تعريف عملية الهضم، بلع الغذاء وتفكيك. لاحظ كلمة تفكيك هذه اللي هي تهمني هنا الآن، أن نفكك الغذاء من أجزاء كبيرة إلى أجزاء بسيطة يمكن للخلية الاستفادة منها. طيب لماذا الكائنات الحية وخلايا جسم الكائن الحي بحاجة إلى هذا الغذاء؟ لماذا؟ لماذا الخلية تحاول إدخال الغذاء هذا اللي هو الجزيئات البسيطة إلى جسمها؟ أكيد كلكم تعرفون الإجابة، لأن الخلايا بحاجة إلى شيء اسمه، يبدأ اسمه بحرف الطاء، طاقة، طاقة، أحسنتم. إذا الخلايا بحاجة إلى الغذاء من أجل الحصول على الطاقة المخزنة في ذلك الغذاء. يلا الآن عندما يدخل الغذاء إلى داخل الخلية، طبعا مع وجود الأكسجين ستقوم هذه الخلية باستخلاص الطاقة الموجودة في هذا الغذاء. إذا الغذاء بالأصل فيه طاقة، نحن نتغذى والحيوانات الأخرى تتغذى وكذلك النباتات، كلنا نتغذى من أجل الحصول على هذه الطاقة اللازمة للخلايا لكي تقوم بأنشطتها الحيوية المختلفة. سؤال الآن، إذا دخل الغذاء إلى داخل الخلية وحدثت له عملية الأيض، والأيض نقصد بين التفاعلات كيميائية تحدث للغذاء علشان الخلية تستطيع استخلاص الطاقة من هذا الغذاء، فإن هذا الغذاء الذي يدخل بعد أن تتم عليه عملية الأيض سينتج عنه مواد ضارة، مواد ضارة في الخلية. بعد أن يدخل الغذاء إلى داخل الخلية وتتم عملية الأيض اللي تفاعلات كيميائية لكي تحصل الخلية على الطاقة، ينتج عن هذا الغذاء بعد عملية الأيض مواد ضارة. هل المواد الضارة هذه يتوقع حتبقى في الخلية؟ طبعا أكيد ما دام أنها مواد ضارة ستكون الإجابة لا. طيب ما الذي يجب فعله على الخلية الآن بعد أن تحصل على الطاقة من هذا الغذاء؟ يجب عليها أن تتخلص من تلك المواد الضارة، يجب عليها أن تتخلص من تلك المواد الضارة والفضلات.
عملية التخلص من المواد الضارة في الخلية وبالتحديد عاد نكمل الآن في الجسم، نسمي العملية ها عملية التخلص نسميها عملية هضم؟ لا، عملية الهضم تحويل الأجزاء الكبيرة إلى أجزاء بسيطة. أما الخلية فعملية التخلص من المواد الضارة نسميها، أكيد أنكم عرفتم من خلال عنوان الدرس، إذا تخلص الجسم أو الخلايا من المواد الضارة نسمي هذه العملية عملية إخراج. يلا خلينا نشوف عملية الإخراج مع بعض. ركزوا معي الآن، شوفوا هذه فضلات مواد ضارة يتم إخراجها من الخلية. إذا خرجت هذه الفضلات والمواد الضارة من الخلية نسمي عملية الخروج بعملية الإخراج. إذن عملية الإخراج عملية يتم فيها تخليص الجسم، خلينا نقول نحط الجسم هذا بين قوسين، ونقصد بالجسم هنا الخلايا التي موجودة في الجسم، الخلايا. إذن عملية يتم فيها تخليص الخلايا من الفضلات، ولو قلنا الجسم برضو الإجابة صحيحة باعتبار أن الجسم يتكون من عدد كبير من الخلايا. إذا تخلص الجسم وتخلصت الخلايا من المواد الضارة، عملية التخلص هذه هي ما يطلق عليها عملية الإخراج. طيب طالما أننا بقينا في هذه الشريحة خلينا نقارن بالمرة بين عملية الإخراج وعملية الهضم. لاحظ عملية الهضم تحويل الأجزاء الكبيرة إلى أجزاء غذائية بسيطة يسهل الاستفادة منها بالنسبة للخلايا. بعد أن تستفيد الخلايا منها وتحصل على الطاقة سينتج مواد ضارة داخل الخلية. المواد الضارة هذه لو بقيت في الخلية ربما تؤثر عليها. طيب ماذا يجب عليها فعله؟ أن تتخلص من هذه الفضلات والمواد الضارة. ما اسم عملية التخلص أو إخراج هذه المواد والفضلات الضارة؟ سميناها عملية إخراج. انظر إلى الصورة التالية، هذه كائن حي اللي هي الأفعى، أو ممكن نقول ثعبان باقي نفس الطريقة، أفعى ثعبان كائن حي مخلوق حي يتغذى. السؤال الآن لو ركزنا على الصورة نجد أن هذه الأفعى هنا في انتفاخ كبير موجود في جسمها، طبعا لأنها ابتلعت بيضة، بيضة بلع. السؤال كيف تكون البيضة مصدر طاقة للأفعى؟ يلا البيضة هذه كيف راح تكون مصدر طاقة للأفعى؟ بمعنى هل خلايا الأفعى ستحصل على الطاقة من هذه البيضة بشكل مباشر، يعني أول ما بلعتها تحصل على الطاقة، أم ماذا؟ لا تنسى أنها أجزاء كبيرة، البيضة تعرض حجمها كبير جدا بينما خلايا الأفعى صغيرة، فكيف يمكن لخلايا الأفعى أن تستفيد من الطاقة الموجودة في هذه البيضة؟ أكيد أنكم عارفين، وأنا عشان أساعدكم في الإجابة نقرأ الإرشاد. انظر إلى الأفعى وقد ابتلعت البيضة، ماذا سيحدث للبيضة؟ أكيد كلكم تعرفون ماذا سيحدث. خلايا الأفعى علشان تستفيد من الطاقة الموجودة في البيضة يجب أن يحدث للبيضة أولا عملية اسمها عملية تبدأ بحرف الهاء، يا سلام عليكم، عملية هضم. إذا لابد أن تحدث للبيضة عملية هضم علشان تستفيد الخلايا من الطاقة الموجودة في البيض. الآن ننتقل إلى عملية الهضم في نوعين من الكائنات الحية اللي هي الفقاريات واللا فقاريات، يعني نقارن بين أجهزة الهضم في الكائنات الحية، وبالتحديد عندي هنا فاللا فقاريات حيوانات أخرى أو كائنات حية أخرى نسميها الفقاريات. ما معنى اللافقاريات؟ أولا يلا في مصطلح ماذا نقصد أو ما معنى مسمى لافقاري؟ كائن حي لافقاري، طبعا أكيد أنكم تعرفوا هذه المعلومة من دراستكم السابقة. لافقاري يعني أن هذا الكائن الحي لا يحتوي جسمه على عمود فقري، يعني ليس فيه عمود فقري. احنا نعرف أن العمود الفقري عبارة عن عظم صلب، عظم صلب على شكل فقرات موجودة في جسم ذلك الكائن الحي. بمعنى آخر أن جلدة الأرض لا يوجد فيها عظام، أي لا يوجد فيها عمود فقري، يعني حيوان رخو رخو لا يوجد فيه مناطق صلبة أو مواد صلبة، لا فقاري يعني ليس له عمود فقري. طيب السؤال كالتالي،
الجهاز الهضمي يشوف كل الكائنات الحية، ما دام أنها تتغذى لابد من وجود عملية هضم، لأن ليس كل الخلايا تستفيد من الغذاء زي ما ذكرت مباشرة. الغذاء قد يكون حجم كبير أو جزيئاته كبيرة، خلايا هذا الكائن الحي والمخلوق الحي صغيرة، وبالتالي لا تستطيع هذه المواد الغذائية الدخول إلا بعد أن يحدث لها عملية هضم. قلنا الهضم تحويل من أجزاء كبيرة إلى أجزاء صغيرة، لا أحد ينسى الكلام هذا. طبعا الجهاز الهضمي يختلف اختلاف الكائن الحي، حجم كبير أو حجم صغير، نوع الكائن الحي أيضا. فمثلا اللافقاريات زي ما تشوفون في دولة الأرض، جهاز الهضمي جهاز بسيط عبارة عن أنبوب، لاحظوا معي التبع المؤشر أنبوب. الأنبوب هذا فيه انتفاخات موجودة في بعض المناطق فيه، وله فتحتين، فتحة في الأعلى هذه سميناها الفم، وفتحة من الطرف الآخر في الأنبوب اللي هي يخرج منها الفضلات. إذن فتحة لدخول الغذاء اللي هي فتحة الفم، فتحة أخرى لخروج الفضلات. خلينا نقرأ الجهاز الهضمي هذا اللي في دودة الأرض ونرى مما يتكون. لاحظ بعد الفم يأتي المريء، وبعد المريء تأتي عندي هنا شيء اسمه الحويصلة اللي هي هذا الانتفاخ، وبعد الحويصلة طبعا تعرفون الحويصلة ما وظيفتها؟ تخزن الغذاء، يعني ما يحدث في شيء فقط تخزين. ثم تأتي بعد انتفاخ آخر اسمه القانصة، القانصة هذه هي التي تقوم بعملية الهضم أو طحن الطعام. ثم تأتي الأمعاء لإتمام عملية الهضم والقيام بعملية الامتصاص. إيش الغريب في الجهاز الهضمي هنا؟ نلاحظ ما موجود لها معدة، ما في معدة، لماذا؟ لأن القانصة هنا تقوم بدور المعدة القانصة. فهنا الجهاز الهضمي في دولة الأرض جهاز بسيط وغير معقد. طب لو جينا نشوف الفقاريات، يعني الكائنات الحية التي فيها عمود فقري، وليكن مثال على ذلك مثلا الإنسان. بس خلينا قبل ما ننتقل للإنسان ناخذ بعض المعلومات عن الجهاز الهضمي في اللافقاريات. لدودة الأرض جهاز هضمي باعتبار أنها تتغذى، إذا لابد يكون لها جهاز هضمي عشان يهضم الطعام، عبارة عن أنبوب داخل أنبوب، أنبوبين واحد كبير واحد صغير بالداخل، يمر الغذاء خلاله ويهضم. أيضا الجهاز الهضمي في دودة الأرض له فتحتان، فتحة لابتلاع الغذاء اللي سميناها الفم، والأخرى لخروج الفضلات بنهاية الأنبوب من الطرف الآخر. طيب نجي الآن للفقاريات، نرى الفقاريات مثال عليها الإنسان. الإنسان من الفقاريات لأن له عمود فقري في الظهر، عنده جهاز هضمي أكثر تخصصا أو أكثر تعقيدا. أنتم رأينا قبل قليل أن دودة الأرض ما فيها معدة، طيب هل الإنسان ما عنده معدة؟ لا عنده معدة. أيضا رأينا قبل قليل في دودة الأرض أنه لا يوجد لديها كبد، هنا أيضا الكبد موجود. إذن في فروقات لا شك في ذلك في الجهاز الهضمي ما بين الفقاريات واللا فقاريات. احنا نتكلم الآن عن الفقاريات، الهضم في الفقاريات. طبعا كلكم تعرفون الجهاز الهضمي عند الإنسان يبدأ بفتحة الفم، ثم البلعوم، ثم المريء، ثم المعدة، ثم الأمعاء الدقيقة، وكذلك الأمعاء الغليظة، وأخيرا الأمعاء الغليظة تنتهي بالمستقيم لكي يتم إخراج فضلات الطعام الذي لم يتم هضمه. إذن الفقاريات لها جهاز هضمي أكثر تخصص. هذا إيش تسمونه هذا؟ اسمه المريء. طيب وهذا؟ هذا الكبد، هذا الكبد. طيب هذه الأمعاء الدقيقة، وهذه أخيرا الأمعاء الغليظة. في الإنسان يحدث الهضم في ثلاثة مناطق أو ثلاثة أماكن. يحدث أولا في الفم، أول ما تبدأ تأكل الطعام ويصل الطعام إلى فمك يحدث العملية هضم بسيطة من خلال اللعاب. اللعاب اللي في الفم له دور في عملية الهضم وبالتحديد لنوع معين من المواد الغذائية، لكن بشكل بسيط عملية الهضم بشكل بسيط.
وبعد أن ينتقل الطعام من الفم يحدث له أيضا، ربما يحدث له أيضا عملية هضم، لكن هالمرة فين؟ المعدة. وبعد أن ينتقل من المعدة أيضا سيحدث له عملية هضم نهائي في الأمعاء الدقيقة. أيضا في الفقاريات وبالتحديد في الإنسان يتم الهضم في ثلاثة مناطق: المنطقة الأولى الفم، المنطقة الثانية المعدة، المنطقة الثالثة اللي هي الأمعاء الدقيقة. لاحظ دليل هنا على ماذا؟ على أهمية الهضم. يجب أن يهضم الطعام ويحول من أجزاء كبيرة إلى أجزاء صغيرة علشان تستفيد فعلا من الخلايا، لأن بدون عملية هضم لن تستفيد الخلايا من الغذاء أبدا. خلينا نقارن الآن عملية الهضم في الفقاريات وبالتحديد بين الإنسان وكائن حي آخر غير الإنسان اللي هو أكلات الأعشاب. يلا كمثال على ذلك البقرة أكلات الأعشاب، يعني تتغذى على النباتات. إيش اللي يميز أكلات الأعشاب؟ فيها ميزة جدا هنا مهمة، وهي تختلف بها عن الإنسان. ما هي هذه الميزة في الحيوانات؟ أكلات النباتات تحتوي أجهزتها الهضمية على بكتيريا متخصصة، بكتيريا متخصصة تساعد في هضم الأنسجة النباتية. يعني النبات كمعلومة لكم يوجد فيه مادة صعبة الهضم، مادة اسمها مادة السيلولوز. مادة السيلولوز هذه لا تستطيع المعدة عند البقرة عملية هضمها بشكل سهل، ولذلك موجود عندها بكتيريا، البكتيريا هذه تساعد في عملية هضم الطعام. هل هذا عندما يوجد أيضا عند الإنسان؟ أيضا لا، عندك موجود في الأمعاء بكتيريا. البكتيريا هذه جدا مهمة بالنسبة للإنسان لأنها تساعد في عملية الهضم وأيضا تزيد من قوة المناعة عنده. بكتيريا طبعا نوعين كما ذكرنا في دروس سابقة، مفيدة وضارة. اللي موجودة عندي هنا في الأمعاء بكتيريا مفيدة لأنها تساعد في عملية هضم الطعام وتقوية جهاز المناعة. في الحيوانات أكلات الأعشاب توجد بكتيريا تساعد في عملية الهضم بشكل رئيسي. أيضا ميزة أخرى عند أكلات الأعشاب، لو قارنا طول الأمعاء، الطول يعني عند الإنسان ممكن تكون أمعاء طولها 3 إلى 4 إلى 6 متر، أما عند الأبقار فهي أطول لحدود 8 إلى 9 متر. طبعا لماذا الطول هنا زيادة في الأمعاء؟ لأن قلنا النبات يحتوي على مادة السليلوز صعب في الهضم، ولذلك تحتاج إلى فترة أطول في إتمام عملية الهضم، يعني تحتاج إلى أمعاء أطول، كما أن فيها البكتيريا التي تساعد أيضا قلنا في عملية الهضم. طيب لعل نستبق الأحداث ونقول أن أي عملية هضم يعني للغذاء، هل كل الغذاء سيتم هضمه؟ طبعا ربما نقول لا، بعض الغذاء لن يتم هضمه وبالتالي لن يتم الاستفادة منه. في هذه الحالة ايش يصير لهذا الغذاء الذي لم يتم هضمه؟ سيتم التخلص منه كفضلات. طيب التخلص منه كفضلات، ماذا نسمي عملية التخلص من الفضلات؟ نسميها إخراج، طيب ما الذي يشترك في عملية إخراج الفضلات والمواد الضارة؟ بالنسبة للإنسان كما ترون في الصورة يشترك أكثر من تركيب أو جزء في التخلص من الفضلات والمواد الضارة. نأخذها واحدة واحدة. المستقيم، أين المستقيم هذا اللي هو نهاية الأمعاء الغليظة؟ هذا المستقيم نهاية الأمعاء الغليظة يتم التخلص منه أو بواسطته من الغذاء الذي لم يهضم، بقايا طعام لم تهضم، هذه يتم التخلص منها بواسطة المستقيم. أيضا المواد الضارة والفضلات بعضها يتم التخلص منها بواسطة الكبد، لأن الكبد يخلص الجسم، هذا الكبد يخلص الجسم من المواد السامة أو من السموم اللي تأتي إليه أو موجودة في الدم من خلال الخلايا وعبر الخلايا. أيضا الرئتان لها دور في عملية تخليص الجسم من المواد الضارة وبالتحديد غاز، كلكم تعرفون اسم هذا الغاز، ثاني أكسيد الكربون. إذا الرئتين تخلص الجسم من المواد الضارة زي ثاني أكسيد الكربون. أيضا الجلد يشترك في عملية الإخراج. الجلد ماذا يخرج؟ يخرج العرق الذي هو عبارة عن ماذا؟ مواد أو نسبة قليلة من مادة اسمها مادة البولينة،
اللي هي الأصل البول، لكن بنسبة قليلة، بالإضافة إلى الأملاح الزائدة يتم إخراجه على شكل عرق. العرق يعتبر إحدى طرق تخلص الجسم من المواد الضارة، طبعا من خلال الجلد. أما الكليتان فأنا متأكد أنكم كلكم تعرفون وظيفتها، الكلى أنها تنقي أو تصفي الدم من المواد الضارة على شكل بول، على شكل بول، طبعا المستقيم على شكل براز، اللي هو البراز، تخليص الجسم من المواد الغذائية التي لم يتم هضمها، اللي هو البراز، هذا بالنسبة للمستقيم. أما الكليتان فتخلص الجسم على شكل بول. تقريبا استوعبنا شيء من الدرس، للتأكد من أنكم فعلا استوعبتم شيء حاولوا تساعدوني الآن في الإجابة على بعض التساؤلات من خلال ما يلي. اختبر نفسي، التفكير الناقد، لماذا تعد عملية الإخراج عملية مهمة للحيوان؟ لماذا الإخراج مهم للكائنات الحية؟ يعني تخيل نفسك يومين ثلاثة أيام ما استطعت الإخراج، يعني ما استطعت تروح الله يكرمكم دورة المياه، بماذا ستشعر؟ بآلام شديدة في البطن. إذن مهمة الإخراج أنها تخلصك من هذه المواد الضارة، لأنها تخلصه من المواد الضارة. إذن عملية الإخراج مهمة لأنها تخلص الجسم الكائن الحي من المواد الضارة. كيف حلت أجهزة الهضم في الحيوانات مشكلة هضم الطعام؟ قلنا الحيوانات تتغذى على النباتات التي تحتوي على مادة صعبة الهضم اللي سميناها السيلولوز. الله سبحانه وتعالى أعطاها ميزتين بالنسبة التي تتغذى على النباتات. الميزة الأولى وجود بكتيريا متخصصة تساعد في عملية الهضم، وقلنا أيضا طول الأمعاء الدقيق، طول الأمعاء، يعني خلينا نضيف الكلمة هذه، طول الأمعاء. لو جينا عند أكلات اللحوم نجد أن الأمعاء عندها قصيرة، لأن عملية هضم اللحوم تتم في المعدة وليس الأمعاء، على عكس أكلات الأعشاب، عملية الهضم تتم عندها أكثرها في الأمعاء. تقريبا وصلنا إلى نهاية الدرس، لعلنا نذكر سريعا ملخص أو موجز ما تم الإشارة إليه في هذا الدرس، وبالتحديد عمليتي الهضم والإخراج. وقلنا عملية الهضم هي بلع الغذاء وتفكيكه إلى أجزاء بسيطة يمكن للخلية الاستفادة منه، بينما عملية الإخراج يتم فيها تخليص الجسم من تلك الفضلات. من كان لديه إشكالية أو جزئية غير مفهومة بإمكانه الرجوع إلى كتاب العلوم الصف السادس الفصل الدراسي الأول. حتى ألقاكم في درس قادم إن شاء الله، أتمنى أن أكون قد وفقت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.